أحسن الله إليكم، هل من توضيح لتمييز تحسين القرآن بالصوت والتنغيم فيه وتحبيره عن أن يقصد الناس بذلك؟ يعني كيف يتخلص الإنسان من هذا ويقوم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسب النية، الإنسان بنيته، إن كان يحسن صوته من أجل الناس ومدح الناس فهذا رياء، وإن كان يحسن صوته طلبا للأجر والثواب من الله وعناية بالقرآن فهذا مأجور، هذا حسب النية، والله هو الذي يعلم النيات سبحانه وتعالى. على أنه لا ينبغي المبالغة في التجويد والمدود حتى يخرج القرآن إلى التمطيط وإلى ما يشبه الغنى، هذا لا يجوز. المبالغة في التجويد هذا يخرج القرآن إلى ما يشبه الغنى والألحان، هذا منهي عنه. نعم، لكن إذا قصد الإمام أو القارئ أيا كان تحسين الصوت لإتمام هذا الحديث، له أن يقوم بذلك نفسه أو يقول كي يؤثر على السامع موعظة مثلا، يقصد الأمرين، يقصد هذه مقاصد حسنة، يقصد أداء القرآن بوجه حسن ويقصد نفع المستمعين وتشجيعهم على الاستماع، لا شك هذا طيب، لا يقدح في نيته ولا عمله، لا يقدح في. أما إن كان يريد المدح ويريد الثناء ويريد أن يتجمع الناس وراءه، نعم، فهذا رياء وسمعة، آه يجب على الإمام أن يتوب منه. نعم، أحسن الله إليكم.